أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. لا تزال الآيات أيها الإخوة تتتابع في الحديث عن بني إسرائيل، وقد قص الله تبارك وتعالى علينا فيما تقدم قصصا كثيرا يتعلق بهم وبما أنعم الله تبارك وتعالى به عليهم، وما أنعم به عليهم من إرسال موسى عليه السلام، وأن الله أنجاهم به من فرعون وقومه، وما أنزل عليهم من الآيات والحكمة، ولكنهم كانوا يكفرون بآيات الله
ويتغيرون ولا يثبتون على الحق، وبلغ من طغيانهم وكفرهم وعنادهم وتحريفهم أنهم بدأوا يتهمون بعضهم بعضا. فاليهود يقولون إن النصارى ليسوا على هدى، والنصارى تقول إن اليهود ليسوا على هدى، وهكذا دواليك. فإذا كان هذا حالهم مع بعضهم، فكيف يمكن أن يتصور منهم قبول الهدى الذي يأتي من غيرهم؟ والله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأولى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ييأس المؤمنين وييأس رسوله عليه الصلاة والسلام من اتباع هؤلاء القوم للهدى. وهم لن ينفع معهم شيء، حتى وإن استقبل النبي عليه الصلاة والسلام قبلتهم عندما هاجر إلى المدينة ومكث كما ذكرنا فيما مضى 16 أو 17 شهرا يتجه إلى بيت المقدس في صلاته، حتى نزل تغيير القبلة إلى الكعبة. وهذا كله من باب تأنيسهم وتأليف قلوبهم وردهم إلى الحق. وجاء في شريعتنا أيضا كما ذكرنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلمين أكل ذبائح أهل الكتاب ونكاح نسائهم، كل هذا ليشعروا أن هذا الدين هو من عند الله، وأنه من جنس الدين الذي جاء به موسى عليه السلام، الذي جاء به موسى والذي جاء به عيسى. ولكنهم لن يقبلوا، حسد النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء من غيرهم، مع أنهم يعرفون بعثته ويعرفون صفته، وكل ذلك مدون، وذلك كله مدون في كتبهم، لكنهم جحدوا الحق بعدما عرفوه. فالله سبحانه وتعالى يبين للرسول ولأصحابه وللمؤمنين أن هؤلاء مهما فعل معهم من باب تأليف قلوبهم ومن باب الدلالة على الحق أنهم لن يقبلوا، حتى ينسلخ المسلمون من دينهم ويتبعوهم في دينهم هذا الباطل الذي هم عليه. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تكون مثلهم. أما أن تسايرهم في بعض الأشياء وأن تقبل بالحق الذي ثبت في كتبهم ولم يتعرض لتحريف ولا لتبديل، فهذا كله لن يغير من حالهم شيئا، إلا أن يخرج الإنسان المسلم من دينه وأن يدخل في دينهم. وهذا وإن كان خطابا للرسول عليه الصلاة والسلام في زمن تنزل الوحي، وهو خطاب للمؤمنين في ذلك الزمان، كذلك هو خطاب للمؤمنين في كل زمان ومكان، خطاب لنا نحن وخطاب لمن يأتي من بعدنا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فلن يقبلوا بحق جاءهم عن طريق الإسلام وأهله مهما استبان هذا الحق، بل لا بد أن يصروا على ضلالهم وعلى باطلهم. فالله يوجه رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله: قل إن هدى الله هو الهدى، الحق الذي جاء من عند الله هو الهدى الذي ينجي، وهو الذي يقود إلى رضوان الله. وقوله تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهذا وإن كان أمرا مستحيلا مستبعدا، لكن الله سبحانه وتعالى ينبه به أمة الإسلام أن لا يغتروا بهؤلاء: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذن لابد من الثبات على الحق الذي جاءنا به ربنا تبارك وتعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام.
فمن تبع غير هذا الهدى فإنه يخرج من ولاية الله ويخرج من نصرته ويلتحق بهؤلاء الضالين وتكون له عاقبتهم في يوم القيامة والعياذ بالله. ثم قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. والمقصود بهذه الآية كما قال العلماء إما أن يكون أهل الكتاب الذين ثبتوا على دينهم الصحيح بنو إسرائيل الذين اتبعوا موسى واتبعوا عيسى على ما جاءهم به من الدين الصحيح، فهؤلاء يتلون الكتاب كما أنزل إليهم، أو يمكن أن يكون المقصود به المؤمنون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يتلونه حق تلاوته. وقوله تبارك وتعالى حق تلاوته هذا فيه معنى قوي، معنى مؤثر، معنى لا بد أن يتنبه له المسلمون جميعا، فإن حق التلاوة أمر شامل، أمر جامع لأشياء كثيرة يتعلق أولا بإحسان التلاوة وتجويدها. فالإنسان المسلم عليه أن يقرأ القرآن الكريم على قدر استطاعته قراءة صحيحة، لا يلزم أن يحفظ القرآن كله ولا أن يقرأ القرآن كله، لكن عليه أن يقرأ ويتقن من القرآن ما تصح به صلاته، فإذا زاد على ذلك فهو خير إلى خير. قال يتلونه حق تلاوته، وقوله تبارك وتعالى حق تلاوته هذا كما يدل على إحسان وتجويد القراءة يدل أيضا على الالتزام والعمل بما جاء فيه. يتلونه حق تلاوته يعني يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمحكمه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ولا يقدمون عليه شيئا آخر، وينزلونه من قلوبهم وحياتهم المنزل اللائق الذي أراده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. هذا هو حق التلاوة. أما أن يقرأ القرآن ثم لا يعمل به هذا هجر للقرآن وهذا تضييع له، وليس هذا من حق تلاوته، لأن حق التلاوة كما يتعلق بتجويد القراءة وتحسينها يتعلق أيضا بتطبيق هذه الأحكام التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعندما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان خلق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يعني يجود تلاوته ويعمل بما فيه، يطبقه في الأحكام وفي الآداب وفي الأخلاق، ويجتنب المنهيات ويأتي بالمأمورات، كل ما في القرآن كان ماثلا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي تصرفاته. فهذا هو حق التلاوة، يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هذا هو الإيمان الصحيح، هذا هو الإيمان الصحيح بالكتاب المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، أن يكون الإنسان المسلم على هذا النحو من تجويده في قراءته ومن العمل به في كل نواحي الحياة. أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صنفان: إما أن يؤمن بهذا الكتاب ويعمل به على النحو الذي ذكرنا، أو أن يكفر به، فإن آمن فهو من المهتدين وهو من الناجين وهو من الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى بالفلاح والنجاح وجنات النعيم. وإما أن يكفر به بأن يهجره، بأن يجحده، بأن يخالفه، بأن يحرفه، فهؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ثم تأتي الآيات، هذه الآية التالية تذكر بني إسرائيل بنعم الله عليهم،
وهذا التذكير مر معنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى ذكرهم بنعمه أكثر من مرة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. والتذكير بالنعم هذا مدعاة إلى أصحاب القلوب لأصحاب القلوب الحية أن يشكروا المنعم الذي أنعم بهذه النعم وأن يطيعوه ولا يعصوه وأن يتبعوا أمره وأن يلتزموا بشرعه. تذكير بالنعم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وقوله تبارك وتعالى نعمتي هذه لفظة مفردة لكنها أضيفت إلى الضمير فهي تعم، يعني تعم جميع النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل وليست نعمة واحدة، لكنهم يذكرهم بهذه النعم كلها. فهذه صيغة كما يقول العلماء من صيغ العموم تشمل كل النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها لماذا؟ لتشكروا ربكم عليها، ولتثوبوا إلى رشدكم، ولتعودوا إلى الاستمساك بما أنزل الله تبارك وتعالى عليكم، وأني فضلتكم على العالمين. وهذا التفضيل كما ذكرنا فيما تقدم ليس إلى يوم القيامة، وإنما هو على العوالم الموجودة في زمانهم. الله سبحانه وتعالى فضلهم على العالمين الموجودين في زمانهم، فضلهم بما أنعم عليهم به وبما أرسل إليهم من الرسل. ها، من أكثر الأمم رسلا بنو إسرائيل، هؤلاء أرسل الله إليهم رسلا كثيرين لكنهم جحدوا وكذبوا وخالفوا بل قتلوا كثيرا من أنبيائهم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذا يعني كما في الآية الأولى تذكير بالنعم ودعوة لتحريك القلوب للإقبال على أمر الله تبارك وتعالى، في الآية هذه تخويف، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يذكرهم بيوم القيامة، يذكرهم بيوم الحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. في ذلك اليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا يجزي الوالد عن ولده، ولا المولود عن والده، ولا الزوج عن زوجه، ولا الزوجة عن زوجها، ولا أحد عن أحد، كل واحد مشغول بنفسه ويسعى إلى نجاته، ولا عليه من غيره، حتى ولو كانت حسنة واحدة يهديها أقرب الأقربين لمن يحب لا يستطيع في ذلك اليوم ولا يقدم على ذلك، حتى وإن كانت فيها نجاته فإنه يرجو أن ينجو هو بنفسه. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وهذا اليوم الله سبحانه وتعالى وصفه وحذر منه كثيرا في كتابه الكريم في آيات كثيرة وفي سور عديدة، حتى يتنبه الناس إلى أن يعودوا إلى شرع ربهم وأن يلتزموا بما أمر الله تبارك وتعالى به. والتذكير باليوم الآخر أيها الإخوة كما مر معنا سابقا أمر عظيم، التذكير باليوم الآخر تنبيه للغافلين وإيقاظ للقلوب، لأن الإنسان مهما عمل في الدنيا قد ينسى وقد يضيع وقد يفرط، لكنه إذا أيقن أن هنالك يوما سيجمع الله فيه الخلق وسيحاسبهم على أعمالهم صغيرها وكبيرها ولن يحابي فيه أحدا، هذا يحرك القلوب، لأن الإنسان ينظر إلى عاقبته، إنسان المسلم إنسان العاقل يتحرى عاقبته ويريد النجاة لنفسه، إن فرط في الدنيا فإنه يخشى على نفسه في الآخرة، فيدفعه ذلك إلى الاستقامة في هذه الدنيا. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، العدل هو الفداء، في يوم القيامة لا مكان لفداء، لا يستطيع أحد أن يفتدي نفسه من العذاب،
هذا إذا كان مستطيعا، ولو كانت له الدنيا بأسرها، لو كانت له هذه الدنيا بأسرها، فإنه لا يستطيع أن يفتدي نفسه بها، ولن يقبل منه حتى ولو عزم ولو تمكن، مع أنه لن يتمكن، لكنها لن تقبل منه، لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد، أن يتوسط له لنجاته من العذاب، لسلامته من هذا المصير المحتوم السيء، لا يستطيع أحد. الشفاعة لله تبارك وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا. فلا يستطيع في ذلك الموقف أحد أن يعين أحدا بعمل ولا بمال ولا بشفاعة، كل مهموم ومشغول بنفسه، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون. يعني الأبواب كلها مغلقة أمام هؤلاء المخالفين الجاحدين المعاندين الكافرين، لا يقبل منها فداء، ولن يشفع لها أحد، ولن يتحقق لهم نصر، لأنهم في ذلك اليوم يؤخذون بأعمالهم هذه السيئة، ومصيرهم إلى جهنم والعياذ بالله. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى الحديث عن إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، وإبراهيم أبو الحنفاء، وإبراهيم عليه السلام له قصص كثيرة في كتاب الله الكريم، وفي كتاب الله سورة خاصة اسمها سورة إبراهيم. كل هذا دليل على أهمية هذا النبي الكريم إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء وباني البيت العتيق. هذا إبراهيم، هذا الله سبحانه وتعالى رفع شأنه وهو خليل الله. إذا قيل خليل الله فهو من؟ إبراهيم عليه السلام. إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. قال: إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وهذا دليل على أن الإنسان المسلم مبتلى ومختبر بأمر الله سبحانه وتعالى، هذه التكاليف التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها، هذه الأعمال التي طلبت منا، هذه ماذا يقصد بها؟ هل هذه ليتكثر الله سبحانه وتعالى بالخلق أو ليتقوى بهم؟ حاشاه من ذلك، إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبرهم، ليتبين المطيع فيدخل الجنة، ويتبين العاصي والجاحد والمعاند فيكون مصيره النار والعياذ بالله. إبراهيم ابتلاه الله سبحانه وتعالى، يعني اختبره بكلمات. هذه الكلمات ذكر فيها المفسرون أشياء كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى كلفه بما أنزل عليه بأن يعمل به، ومنها أنه كلفه بأمور تتعلق بالمناسك، لأن إبراهيم عليه السلام هو بداية المناسك، وإنما شرعت المناسك هذه على يد إبراهيم عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالى، ومنها أن الله سبحانه وتعالى شرع له أمورا كثيرة من أمور الفطرة، كما ذكر العلماء، منها الاستحداد وقص الشوارب وإعفاء اللحى ونتف الإبط وقص الأظافر، كل هذا يعني من خصال الفطرة التي ذكرت في ديننا، كما بين لنا ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. كلها ذكرت عند إبراهيم عليه السلام، وهو أبو الحنفاء، أبو الحنفاء إبراهيم عليه السلام. فالله ولا يمنع أن يكون ذلك كله، أن يكون ذلك كله مقصود بهذه الكلمات. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، صبر وأنجز ما أمره الله تبارك وتعالى به. فالله سبحانه وتعالى كافأه وأكرمه،
ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال إني جاعلك للناس إماما. وهذا دليل على أن الولاية ولاية الله سبحانه وتعالى والمكان في هذا الدين لا تنال بالأماني ولا تنال بالراحة ولا تنال بالدعاوى الباطلة والأقوال التي لا حق ليست من الحقيقة في شيء، إنما ينال القرب من الله سبحانه وتعالى بالعمل والاستقامة والثبات على أمره فأتمهن. هذه شهادة من الله تبارك وتعالى. ما يأتي إنسان الآن يقول أنا أتممت ما علي، لأننا لا ندري، نعمل نحن إن وفقنا للعمل نعمل، لكننا لا ندري هل يقبل منا أو لم يقبل، هل وفينا أو لم نوفي. وقد قال العلماء في قوله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالوا نقلا عن بعض الصحابة أنهم هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخشون ألا يقبلوا منهم. فالقضية ليست سهلة حتى يقول الإنسان أو يقول بعض الناس عن بعضهم هذا من أولياء الله، هذا من المقربين عند الله، لأن هذه لا تقاس على شهادة الحق تبارك وتعالى. هو أعلم بعباده. الله شهد لإبراهيم أنه أتم ما طلبه منه فأتمهن. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أكرمه، قال إني جاعلك للناس إماما. والإمامة في هذا الدين القدوة والاهتداء، السير على النهج. وإبراهيم عليه السلام كان أمة، إن إبراهيم كان أمة هو بنفسه. الأمة لا يلزم أن تكون الجمع الغفير، يمكن أن تكون كذلك، ويمكن أن تكون يعني يكون الشخص الواحد كما في إبراهيم عليه السلام. إذا كانت له هذه المكانة وهذا المقام وهذه المثابة، قال إني جاعلك للناس إماما. اغتبط إبراهيم عليه السلام بهذا، لكنه ما نسي حق ذريته. وهذه مسألة نقف عندها قليلا أيها الإخوة. الإنسان من طبعه محبة أهله وأولاده، أنه يريد الخير لهم، أنه يحرص على دفع الشر عنهم. قال ومن ذريتي، يا ربي كما أعطيتني فاجعل ذلك لذريتي، اجعل ذلك لذريتي. ونذكر هنا قصة نوح عليه السلام. نوح من أولي العزم من الرسل، وما ذكره الله تبارك وتعالى عنه في دعوته لم يذكره في شأن نبي آخر. نوح عليه السلام لبث في قومه يدعوهم 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، وما آمن معه كما يقول الله تبارك وتعالى إلا قليل. له ابن كان مع الكافرين والعياذ بالله، وأبوه يحرص على هدايته ودعوته وتذكيره، يريد أن يكون معه على هذا الحق ليدخل في هذا الخير، لكن هذا الابن غلب عليه الشقاء والعياذ بالله. وعندما أمر الله سبحانه وتعالى الأرض والسماء بنزول الماء وتفجر المياه ليحصل الطوفان، قال نوح وهو يركب السفينة هو ومن آمن معه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يدعوه ويترفق في دعوته وندائه. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، رفض أن يركب معه. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. نوح يعلم بما أوحى الله به إليه أنه لن ينجو من هذا الطوفان أحد في هذا اليوم إلا من عصمه الله ومن أنجاه، وهم أصحاب السفينة، فأنجيناه وأصحاب السفينة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين، غرق مع الهالكين مع الكافرين. لكن نوحا أدركته رقة الأبوة، هذا ابنه
بعد هذا، بعدما هدأت الأمور وعاد كل شيء إلى مكانه، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. انظروا، هذه طبيعة، هذه فطرة، هذا شيء مغروز في كيان الإنسان، محبة أبنائه والحرص عليهم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. القصة معروفة في كتاب الله. لكن هنا إبراهيم أيضا عليه السلام يحرص على أن يكون الخير والإمامة هذه كما هي له، أن الله يعطيها لأبنائه. لكن هنا أيضا مفصل لا بد من الوقوف عنده. ها؟ قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ليس بين الله وبين أحد النسب، من التزم شرع الله واستقام على أمره هذا هو الموعود بالنجاة والموعود بالجنة وبفضل الله. لكن من خالف وحد لا ينفعه قرب من نبي ولا قرب ولا مكانة ولا نسب أبدا. قال لا ينال عهد الظالمين. وعندما نص الله تبارك وتعالى على الظالمين وأنهم لن يكونوا من أهل الإمامة هذه، هذا يدل، نفي الحكم عن شيء يدل على إثباته على لما عداه. عندنا حالان هنا، حال المستقيمين من ذرية إبراهيم عليه السلام على أمر الله، وحال المخالفين الظالمين. فالله نفى الإمامة عن الظالمين، يدل على ماذا؟ على ثباتها لمن استقام على أمر الله. قال لا ينال عهد الظالمين، يعني أنها لن تكون إلا لمن استقام على أمر الله تبارك وتعالى من ذريتك. قال لا ينال عهد الظالمين، وهذا أيضا فيه تنبيه كما مر كثيرا وكما سيأتي، أن الأمر عند الله سبحانه وتعالى والقرب منه والفوز برضوانه إنما هو بالاستقامة على أمره. قال لا ينال عهد الظالمين. ثم الله سبحانه وتعالى يبين بعد ذلك ما أنعم الله به على هذه البلدة، البلدة التي أمر إبراهيم عليه السلام أن يبني البيت فيها. قال وإذ جعلنا البيت، البيت أي بيت؟ هذه الكعبة التي أمر الله اسم إبراهيم عليه السلام أن يبنيها. ها؟ الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يبني البيت في هذا المكان، فبناء البيت في هذا المكان بأمر الله وتقديره. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات. ما هي هذه الآيات؟ آيات كثيرة، لكن من هذه الآيات ما ذكره الله تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. آية عظيمة، مثابة مرجع للناس يفيئون إليه ويفدون إليه ويظل حبه معلقا في قلوبهم، كما جاء في الأثر أن إبراهيم عليه السلام عندما بنى البيت اكتمل البناء هو ويساعده ابنه إسماعيل عليهما السلام، أمره الله أن ينادي في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إبراهيم عليه السلام قال لربه يا رب وما يبلغ صوتي، إنسان أنا يعني قوتي وقدرتي محدودة وأنا في هذه البقعة، كيف يصل صوتي إلى بقاع الأرض كلها؟ فالله سبحانه وتعالى كما تذكر الرواية قال عليك البلاغ، عليك النداء وعلي البلاغ. فالله سبحانه وتعالى بلغ هذا النداء للخلق جميعا، حتى ورد في الأثر أنه أجابه كل من كتب الله له الحج حتى النطف في أصلاب آبائه. فالذي يأتي إلى هذا المكان للنسك
هذا قدر الله له أن يأتي لهذا المكان فاستجاب من أول الأمر منذ أن نادى إبراهيم عليه السلام بالحج. فهذا المكان فيه آية عظيمة وهي تشوف الناس وتشوقهم المسلمون إلى هذا المكان، يبذل الإنسان ماله ويصبر ويدخر ويسافر ويتعرض للمصاعب وللمتاعب في سبيل أن يأتي ويقضي هذا النسك وأن يشبع نفسه وأن يطمئن روحه برؤية هذا البيت مثابة للناس وأمنا. لا يوجد هذا في مكان آخر، أن الناس قلوبهم معلقة بهذا المكان، الناس المسلمون. هذه آية من آيات الله. وأمنا، وهذا الأمر أيضا يتحقق في ذلك الزمان، في زمان بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بشكل أوضح. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، الأمن الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذا المكان، يعني السلامة والاطمئنان وعدم الخوف على العاقبة، هذا لا يوجد في مكان آخر. حتى في الجاهلية وهم على الشرك والكفر وفيهم القتل وفيهم سفك الدماء وفيهم الاعتداء، كان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه ولا يتعرض له. من أين جاء هذا الأمن؟ الله أنزل هذا المعنى في قلوب الناس جميعا. هذه واحدة. والأمر الثاني أن الله أنعم على أهل هذه البلدة وهم قريش في ذلك الزمان بالأمن، ليس في بلدهم فحسب بل حتى خارج بلادهم. الجزيرة العربية كانت مليئة بالقبائل وهي متناحرة، بعضهم يعدو على بعض، بعضهم يسلب بعضا ويقتل بعضا وينهب ماله ويأخذ كل ما تصل إليه يده. لكن قريشا بحرمة هذا البيت الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلها فيه ما كان يعترضهم أحد. عندهم رحلتان، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، يذهبون فيها إلى التجارة. رحلة الشتاء يذهبون إلى اليمن، ورحلة الشتاء تذهب قوافلهم إلى الشام، رحلة الصيف تذهب قوافلهم إلى الشام فيبيعون بضائعهم ويشترون بضائع أخرى ويعودون. لا يتعرض أحد لقوافلهم ولا يعتدي عليهم أحد. لماذا؟ لأن الناس وضع الله في قلوبهم أن هؤلاء أهل الحرم وجيران بيته، فلا يتعرض لهم أحد. أفلا يشكرون الله على هذه النعمة؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة قريش لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كيف أطعمهم من جوع؟ هذه البلدة ليس فيها شيء من أسباب الحياة، ليس فيها أنهار ولا أشجار ولا ثمار، وليس فيها زراعة ولا ليس فيها شيء، جرداء وجبال صماء. لكن الله سبحانه وتعالى يسر لأهلها الرزق، تجارتهم، وجعل الناس يفدون إليها، أصحاب البضائع أصحاب التجارات يأتون إليها ببضائعهم، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. هذه من الآيات التي أشار الله تبارك وتعالى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم قال بعض المفسرين هو المسجد هذا، لأن هذا المسجد أقيم لعبادة الله وطاعته، فالصلاة فيه والعبادة والاعتكاف كلها ما يحبه الله. وبعض العلماء
كما أخذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما روي عنه أن يقولون إن مقام إبراهيم هو هذا الحجر الموجود الآن هذا أمام الكعبة، وهذا الذي كان إبراهيم عليه السلام يرتفع به عندما ارتفع البناء يبني البيت، وكان في الزمن القديم ملتصقا بالبيت على أشهر الروايات أو قريبا منه، ثم جاء سيل يعني جرف هذا الحجر ثم وجدوه بعد ذلك، وأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي وضعه في هذا المكان، وأجمع المسلمون على ذلك الإجماع حجة قاطعة، ولذلك لم يغير من مكانه، هذا عدل هذا الإطار الذي عليه مرات عديدة وكان أكبر من هذا وربما يعني في فترات عديدة، لكنه في مكانه، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا في تذكير بنعمة الله أولا الذي يصلي خلفه، والله أمر رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين أن يصلوا خلفه، والرسول عليه الصلاة والسلام في حجته عندما طاف بالبيت صلى خلف مقام إبراهيم عليه السلام، فهذا تذكير بنعمة الله واستقبال لهذا البيت العظيم، يعني مع أن الاستقبال للبيت يكون من الجهات كلها، لكن هذا فيه مزية أخرى أنه فيه تذكير بنعمة الله وبفضله وبهذا الأثر الذي يذكر بجهاد إبراهيم عليه السلام وإمامته واستقامته على أمر الله، يذكر بهذا يعني. نعم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الندب أخذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو أن الإنسان المسلم بعد الطواف صلى في أي مكان آخر فلا شيء عليه، مع أن سنة الطواف هذه حتى أيضا ليست من واجبات النسك ولا من شروطه، لكن هي من الأمور المكملة أن الإنسان المسلم يصلي ركعتين بعد طوافه. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ما ذكر إسحاق هنا عن إسحاق بن إبراهيم؟ لأن الذي أعان إبراهيم على البناء من؟ إسماعيل، وهو الذي كان هنا. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، هذا العهد من الله إلزام، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. تطهير البيت هذا مطلب شرعي، لأن هؤلاء الذي يطوف لا يريد أن يلقى في موطئ أقدامه قذرا ولا شيئا يحول بينه، والعاكفين المقيمين في المسجد، والركع السجود الذين يصلون، فطهارة هذا المكان حق ألزم الله سبحانه وتعالى به إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وهذا الأمر أيضا في كل بيوت الله، طهارة بيوت الله ونظافتها هذا من أعظم المطالب، من أعظم المطالب ومما يؤجر عليه الإنسان المسلم، إزالة القذاة الصغيرة، هذه القشة، هذه المسألة التي فيها تلويث يسير قد لا يأبه به كثير من الناس، إزالتها من المسجد هذه يعني فيها أجر عظيم، فيها أجر عظيم. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كانت امرأة سوداء تقم المسجد، أما كبيرة السن تقم المسجد، تأتي بمكنسة فتنظف المسجد، والمسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن مفروشا بشيء، لا فيه فرش ولا فيه رخام، ما كان من جنس الصعيد مثل خارج الأرض التي بجواره، لكنها كانت تنظفه، تجمع ما بظاهره من الأذى والقذى والأمور التي قد تتلوث بفعل الهواء أو بسبب دخول الناس. فتغيبت فسأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام
قالوا يا رسول الله إنها ماتت. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام، قال فهلا آذنتموني حتى أصلي عليها؟ من وفائه عليه الصلاة والسلام، المؤمنون كلهم عنده سواسية. فذهب فصلى على قبرها الرسول عليه الصلاة والسلام، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فتطهير المساجد هذا من أعظم المطالب التي تلزم الأمة المسلمة في كل زمان ومكان. ها؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هنا إبراهيم عليه السلام فهم الدرس، فهم ما أمر، ما خاطبه به ربه عندما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أراد أن يكون العهد له ولذريته، فالله قال لا ينال عهد الظالمين. هنا ماذا قال؟ قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يريد إبراهيم عليه السلام أن يكون الرزق والخير في هذا البلد للمؤمنين بالله، لكن هذا يخالف قدر الله ويخالف أمر الله. الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق لمن؟ للخلق جميعا. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كله في كتاب مبين. والإنسان في بطن أمه يكتب رزقه وأجله وشقي هو أو سعيد. الرزق هذا لا من قدر الله الكوني، لا يحول بينك وبينه أحد، حتى للمؤمن وللكافر كلهم عباد الله وكلهم خلقه. لكن من شكر الله على هذه النعمة هو الفائز برضوان الله تبارك وتعالى. قال ومن كفر، الله سبحانه وتعالى ها ما حقق مطلب إبراهيم، قصر الرزق على المؤمنين. قال ومن كفر أيضا أرزقه ها فأمتعه قليلا. هذا الكافر يأكل من رزق الله في هذه الدنيا ويكون ذلك حجة عليه في يوم القيامة أن الله رزقه وأنعم عليه فلم يشكر ربه ولم يؤمن به، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذه هي العاقبة، هذه هي العاقبة. فلا بد إذن لمن رزقه الله سبحانه وتعالى رزقا حلالا. والرزق يا أيها الإخوة ليس في الأمور المادية التي يحوزها الإنسان، المال أو الطعام أو الملابس أو هذه الأشياء التي يسعى الناس لتحصيلها. الرزق باب واسع، الصحة من الرزق، والعلم من الرزق، والهداية والتوفيق من رزق الله، والعقل من الرزق. لأن الفارق بين الإنسان والحيوان ما هو؟ هذا العقل الذي كرمه الله به. فكل هذه من الرزق الذي يجب أن يشكر الله تبارك وتعالى عليه. لكن هنا الله سبحانه وتعالى يعني بين أن هذا هو الشيء الذي يسعى إليه الناس في الغالب، وهو الرزق المادي، هذا الشيء المحسوس، المال والطعام وما شابه ذلك. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وشكر النعم هذا من أعظم المطالب، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم مبينا أن هذه النعم ابتلاء من الله، وأنها لا تدوم على الإنسان ولا تزيد لديه إلا بالشكر. ها؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا الهداية والاستقامة على أمره، إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده المسلمين المستضعفين والمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يمكن لهذا الدين في الأرض، إنه على كل شيء قدير.